لا وايه كمان؟ خلاص خلي جوزك يجرب القرص السداسي الاحمر وهتبطلي تشتكي خالص. القرص اللي ايه؟ ايريك القرص السداسي الاحمر، ما هو ده اللي جوزي جربه وحامد رجع جامد. عشان كده جوزك بطل يقعد على القهوة بعد ما كان بيقعد بالساعات، اما خلي جوزي يجرب. ايريك القرص السداسي الاحمر 100 مللي جرام، ايريك متجرب هتبقى جامد يا حامد.